النهاردة سريعا هنكلمكم على معلومة لطيفة بتعاني منها سيدات وأنسات كتيرة قوي حتى في سن صغير، واللي هي جلد الوزة اللي هو بنسميه بالميديكال اكسبريشن بتاعنا الفوليكولار هايبر كيراتوزيس. ده معناه ان بعض السيدات في الدراعات من فوق وفي الثايز اللي هي الرجلين من فوق بيعانوا من حبيبات او تحبب في الجلد، وبتبقى طبقه الجلد خشنه شويه ومحبحبه، وتبقى الست مش عارفه تعمل لها ايه. هنحافظ على شرب الميه بكثره، لو الاماكن دي بيطلع لها شعر خشن او تقيل بنعمل ليزر ازاله شعر، وبعض الكريمات اللي الطبيب بينصح بيها، وبالذات بعض انواع المرطبات، مش اي مرطب، بيبقى مرطب طبي، وبعض السكرابس اللي بتستخدم اثناء الشاور بتساعد على ان المكان ده يبقى ناعم لفتره طويله. شكرا لكم.